متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. فاجأ مغني الراي كادير جابوني الشعب الجزائري بعد تأديته النشيد الوطني في نهائي مونديال العرب. وقد شارك نجم الراي الكواليس قبل الدخول إلى الملعب، وقد تأثر محمد رغيس ومروان قروابي داخل الملعب عند تأديته النشيد الوطني. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.